السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في اكتشاف جديد أول مرة نصور فيه. المكان ده في كل حاجة تختص بالصيف والمصيف. عايزة أقول لكم الشروطة الرجالي المقاسات الكبيرة لغاية 5X موجودة عندنا. الشروطة كمان بدأ من أول 50 جنيه، ده غير المايوهات الحريمي بكل المقاسات، وعاملين عروض حلوة بمناسبة الافتتاح لمدة أسبوع. ده غير بقى كمان الكاشات والحاجات الداخلية، عندنا تيشرتات أو تلات هتلاقوها بسعر حلو جدا ب50 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعين الحلوين. جايباكم النهارده في محل فيه عروض حلوه قوي، رغم ان احنا المكان اللي احنا موجودين فيه يا جماعه، طبعا احنا في اسكندريه، تمام، محافظه اسكندريه، زي ما شايفين البحر قدامنا اهو، احنا في المندره على البحر، في المندره على البحر. طيب اجي منين؟ بصوا الام اللي هناك دي اهي، ام الدوار جحا. لو كده لو جايه من على البحر انزل عند دوار جحا شويه كده وهتلاقي المحل. لو جايه من جمال عبد الناصر هتنزلي عند حسني وتمشي ناحيه البحر، هتمشي بقى كده شوية هتلاقي محل الصياد اللي جايين نصور عنده النهاردة، وكمان جنبه محل مملكة السعادة. ادي الصياد اهو، هنتفرج ونشوف. على فكرة عندهم اسعار تحفة بجد، يعني انا انبهرت من الاسعار، اسعار حلوة. يعني قلت مثلا ممكن الاقي حاجات غالية وكده، لا لقيت حاجات كويسة في متناول الجميع، وعاملين لنا كمان عروض على العروض. فتعالوا بقى شوفوا معانا السليبرات والحاجات الحلوة ونبتدي على بركة الله جولة النهاردة. دلوقتي بقى هنبدا الجوله بتاعتنا، وهنبدا اول حاجه بسليبرات. طبعا يا جماعه عندنا تشكيله هايله من سليبرات العيد. اول حاجه عندنا ايه؟ سليبر بصبع. ده سليبر بصبع، ده اطفالي ولا لا؟ اطفالي، وفي مع انه مقاسات كبيره لحد 41. حلو. ده معانا بكام؟ ب 50 جنيه. ده ب 50 يا بنات. وعندنا برده صبع تاني اهو، ده بكام؟ ب 60 جنيه. ماشي، نتفرج بقى على الاشكال. لو عايزه بقى توم اند جيري، ولا ده جيري وبس؟ لا ده توم وجيري. بكام ده؟ ودوت ب50. ده ب50، حلو قوي. وعندي دوت ب60 ترند السنه دي. تمام. وعندي مني كل الوان. تمام، حلو قوي. عندي دوت في بقى حاجه زي كده، ده بكام؟ ايه؟ ب55. بصوا بقى في كمان حاجات ترندات قوي زي الكابوتوني الجديد اللي طالع دوت. بصوا الجمال ده بكام ده؟ ب60 جنيه. عندكم المقاسات من اول السن الصغير لغايه السن الكبير. لغايه السن الكبير. ايوه. عندي دول، عندي كل دول الحاجات السواريهات دي. دول سواريهات وطيبتي، نعل طيبتي دوت. تمام، حلو قوي. ننزل تحت عشان الناس ما تتقنيها. ما عندنا حاجه زي كده. ده بكام ده؟ ده 65 ب60. حلو قوي. بصوا بقى سليبرات البحر مني كلها والدلع كله موجود هنا. ودوت برضه تبي. ب50 جنيه. ب50، حلو جدا. على فكره 55. في شبابي كمان هبقى اوريه لكم دلوقتي. بصوا العالي ده، العالي ده بكام؟ العالي دوت ب55. ب55 جنيه. تمام. وفي حاجه زي كده بقى، ده كده بكام ده؟ دوت ب50. ب50 برضه. حلو. وفي ده بيبقى نعله طبي ده ولا ايه؟ نعله طبي. ايوه. بيقعد يعمل صوت كده وانت ماشيه بيه. حلو. ده بكام ده؟ ب50 جنيه. ب50. دي كده مجموعه الشباشب. عسل ده، ده بقى اللي هو السليبر بتاع ميني. ده بكام ده؟ بصوا يا بنات مكتوب عليه 75، هيبقى ب60 للمتابعين، يعني 15 جنيه فرق. طبعا بتفرق على فكره. اي 3 سليبرات للاطفال بكام؟ احنا قلنا بكام؟ اي 3 للاطفال ب100. اي 3 للاطفال ب100، سن الاطفال دوت اللي ده من ده، يعني ده اللي احنا قدامنا ده اي 3 ب100. انما في حاجات تانية طبعا تبقى اسعارها غير. دوت ب60. حلو قوي. دوت برده ب60. دوت برده ب60. سليبر العيد بقى لابنك لبنوتك، وزي ما قلت لكم السليبر القمر ده على فكره في منه الوان، وانا كنت شايفاه دلوقتي بالوان. أيوة الوان. بصوا يا بنات في اكتر من لون. حلو قوي. واللون اللي هو اللي انا ماسكاه ده يبقى للمصيف، حلو جدا ما شاء الله زي العسل. ده كده بالنسبه للسليبرات. طبعا عايزه اقول لكم سليبرات كتير قوي. وعندي سليبرات بناتي. تمام، حلو قوي. الله ينور. دي اللي هي شوز البحر دي. دي ب 75 جنيه اللي بنمشي بيها على الشاطئ. دي رجالي بس صح؟ ايوه. حلو قوي. ممكن لو حد رجله كبيره برده حيمي يلبسها، مش مشكله. لا وعندي مقاسات كبيره. بصوا ده النايكي ده بكام؟ ب 110. هخليه ب 100. ب 100 بدل 110. والله الاسعار دي نازله لكم انتم. بصوا والحاجات دي كمان عندي لحد مقاس 45 46. رجالي ب 75 جنيه. ب 75 جنيه. عندنا كمان استبارات ياما قوي، اديداس والحاجات دي كلها. وفي كمان صنادل، انا شايفه صنادل اهي.
عندي صنادل الجيجالي بتاعت البحر. ايوه وشبابي. حلو قوي زي الفل. ده غير بقى طبعا الكروكس طبعا لازم بشده. بصوا احنا بعد ما اتفرجنا على الحاجات دي تعالى افرجكوا على حاجات تانية. ادي ايه بقى؟ دي تيشيرتات اوتلت بتاعت مصنعها. تمام. بكام بقى الاوتلت؟ ب 50 جنيه. اي تيشيرت ب 50 جنيه؟ اي تيشيرت ب 50 جنيه. ودي تلبيس من سن كام لكام؟ معايا تلبيس من اول سنتين 3 سنين. أيوة. لغايه 16 سنه. لغايه 16 سنه. على فكره في منها برده مقاسات حلوه لو الشباب رفيعه. يعني شغال ب 50 جنيه واوتلت يا بنات يعني حاجه حلوه والله. ويمشي ده ويمشي ده ويمشي بناتي ويمشي ده ويمشي رجالي يعني. وعندي بناتي. في بناتي منه كمان. بس مش اوتلت. ده مش اوتلت ده مصري عادي. تمام. ب 50 برده. ب 50 ده بالنسبه للي هو الحاجات الاوتلت. في كمان شميزات. عندي قمصان رجالي شبابي. ده اوتلت؟ لا دي ايه بقى؟ دي تبع مصنع. تمام ماشي. عندي قمصان ب 100 دي ب 120 جنيه. ب 120 جنيه مقاسات محيضه معاكي من ميديم ل 3 اكس. حلو قوي. من ميديم ل 3 اكس. ل 3 اكس. تمام. عندي اربع الوان منهم. الله ينور. عندي تيشيرتات صبياني. اولادي. بصوا الجمال. دوت ب 40 جنيه. ده ب 40 جنيه. لو خدتي ثلاثه هديهم لك ب 100 جنيه. حلو قوي. يعني ده الواحد ب 40 جنيه لو خدتي ثلاثه وده مصري. يعني شغل مصر. شغل مصر. ايوه بصوا والله حاجات حلوه. لو خدتي ثلاثه بناتي وولادي ده؟ لا ولادي. ولادي؟ لا ده مرسوم عليه بنت. في حاجه مرسومه عليها. ايوه يمشي بدي. ايوه عندي بناتي وعندي ولادي. بناتي ولادي ده سن كام؟ عندي سن من 3 سنين لخمس ست سنين. تمام زي الفل. ده كده على فكره في عرض برده حلو قوي عن بنطلونات الجينز. تعالوا نشوفه. عندي عرض على التيشيرتات اللي بتنور. ده لازم نشوفه. ده شيرت بينور الثلاثة بمية. الثلاثة بمية. حلوة قوي. الباربعين والثلاثة بمية. زي الفل عشان ولادي يمشوا ينوروا. البنطلون الجينسي ده انت قلت لي عليه عرض حلو قوي. البنطلون الجينسي دوت بدل 100 جنيه 80 جنيه. ده ب 80 جنيه وتلبيس لغايه 16 سنه؟ لغايه 16 سنه. حلو عندي من اول 5 سنين لغايه 16 سنه. انا شايفه برده بنطلونات اللي هي بتاعت البحر اللي هي بنطلونات البحر ديت. عندي ب 100 جنيه. ب 100 جنيه بدل 150. وتلبيس لغايه كام؟ تلبيس لغايه 80 90 كيلو. حلو قوي. ندخل جوه بقى والعوامات دي برده تبع العوامات دي تبع. تمام زي الفل. تعالوا بقى ادخلكم جوه كمان. ده بقى كمان ايه؟ عندنا بنجات حبيبه غنيه عن التعريف فوطه قطن من جوه عليها عرض السته ب 200. السته ب 200 دي فوطه. فوطه قطن وخامتهم حلوه جدا. وفي تلبيس من اول كام لكام؟ عندي من اول ميديم لغايه 3 اكس. تمام كلها وكمان 4 اكس. تمام. في 4 اكس. كلها ساده ولا في مشجر؟ لا عندي ساده وعندي مطبوع عليه من ورا اي لاف يو. حلوه يعني في كده وفي كده. ملابس داخليه اطفال بناتي وولادي. دي الامه طقم كامل. ورينا كده الرسمه. ورينا الرسمه اللي عليه. بصوا الرسمه حلوه قوي. دي واحده بتغني دي ولا ايه؟ المهم وده البوكسر بتاعه. الدعم دوت بدل 75 ب 50. ب 50 جنيه بدل 75. عندي من اول 4 سنين لغايه 12 سنه او 14 سنه. حلو قوي. عشان تقومه العيد. تقومه العيد. مقاسات كبيره اهي. مقاس 16. عندي من اول مقاس 2 لغايه مقاس 16 برده ب 50 جنيه. ب 50 جنيه تمام. حلوه قوي. خامتهم حلوه جدا. ايوه زي حاجه ماكس كده. زي حاجه ماكس كده. ب 20 جنيه. ب 20 جنيه تمام زي الفل. تاني من اول اكس لغايه 2 اكس. ايوه بكام؟ لغايه 3 اكس. لغايه 3 اكس. بكام؟ بدل 35 ب 30. ده ايه فلنا ولا طقم على بعض؟ فانيلا داخليه. الفانيلا الداخليه رجالي. لغايه 3 اكس ب 35. والشروطه؟ عثمان طبعا معروف. والشروطه؟ والشروطه ب 3 ب 100. ال 3 ب 100 تمام. يعني برده ب 35. ده كده بالنسبه للقسم الداخلي اللي هو موجود هنا الحاجات الداخليه كلها. عندي بنشات بناتي. اللي هي قماشه فارينه شويه كده. عندي من اول مقاس سنتين لغايه 5 اكس. وبكام ده؟ دوت ب 20 جنيه برده. من اول الصغير للكبير ب 20 جنيه؟ تمام. 3 ب 50. حلو قوي. بقى كمان مجموعه فوط يا بنات. الفوط ديت الواحده ب 50 والثلاثه ب 100. الواحده ب 50 والثلاثه ب 100 تمام. فوط قطن غزل المحله. ايوه زي الفل. عندي جميع الالوان بتاعتها. عشان برده لو عايزه تعيدي وتجيبي فوط جديده كمان للمصيف حلوه قوي. في فوط كتير قوي بقى اشكال كتير. كمان فوط اعلى شويه يعني في حاجات خامات اعلى زي دي كده. بكام بقى؟
ديت ب 75. الواحده ب 75. الواحده ب 75 قطن قطن. تمام زي الفل. الواحده ب 75 نقي بقى الالوان اللي انت عايزاها، في اكتر من شكل واكتر من لون. تمام. دينا السويت بانس بخامه تحفه، بصوا الشياكه. ايوه سستة. خامه تحفه جدا، عاليه جدا، متبطن نص تبطينه من جوه. حلو. الدوت ب 150 جنيه، عاملين عليه عقد ب 100 جنيه. ب 100 جنيه لغايه مقاس كام ده؟ من ميديوم ل 3 اكس. ل 3 اكس، حلوه قوي. عندي جميع الوان. البيبي بلو بقى موجود، البيج، البيج ده طالع موضه جدا. المنت. المنت. البيج الاسود. اللون ده العسلي. حلو قوي. عندي بيج جصوصي فاتح وجصوصي غامق. تمام، زي الفل. بيبي بلو. عندنا كمان الشورتات دي. عندي الشروطه دي. في اكتر من شورت طبعا رجالي للبحر. لان احنا في وش البحر، فتطلعوا من البحر تجيبوا على طول. بكام بقى ده؟ اي شورت ب 100 جنيه. اي شورت ب 100 جنيه والمقاسات بتاعته 50 هواي بقى وحاجات كده. كلهم متبطنين من جوه. حلوه قوي. تمام. ولغايه مقاس كام ده؟ دوت عندك من ميديوم ل 5 اكس. ل 5 اكس زي الفل. وبقى المقاسات الكبيره برده مش ناسيينها معانا. الشورت 7 اكس. 7 اكس وعليه فلامينجو كمان. بكام بقى ده؟ حلو قوي. بكام يا ام؟ ب 100 جنيه. نفس سعر ال نفس سعر التاني وليجيو. ليجيو بس هو الشكل ده بس الفلامينجو؟ عندي الفلامينجو وعندي شكلين. جماعه ساده بس ده لغايه 3 اكس بس. لغايه 3 اكس. تمام. الوان بقى وأش... مش اللون ده بس. عندي كذا لون. حلو قوي. ندخل على المايوهات ونشوف مايوهات، لان هم النهارده عاملين عرض حلو قوي على المايوهات. مينجو اهو كمان في لون تاني. حلو قوي اللي هو ب 100 جنيه. قبل ما ندخل على المايوهات تعالى اقول لكم كمان ان في شورتات رجالي ب 50 جنيه بس. بصوا ورينا كده مدام حاجه زي كده ب 50 جنيه. تمام. الله ينور. بس دي مقاسات صغيره، مقاسات يعني العاديه لغايه 3 اكس. لغايه 3 اكس وده. تمام. حلو قوي زي الفل. الله ينور. دينا برده النهارده بقى قسم كده خاص بالمايوهات، يعني مثلا في مايوهات زي كده. عندي مايوهات شرعي اللي هي الطويله. الطويله وعندي سلوبتات وعليهم جيبات. حلو قوي. عندي دوت ده التونيك ده. بكام بقى المايوهات؟ المايوهات دي ب 450 علشان خاطر العرض ب 350. 350 لغايه مقاس كام؟ من ميديوم ل 3 اكس. من ميديوم ل 3 اكس. وفي حاجات اللي هي الشرعي 4 و 5 اكس. حلو قوي. بصوا كمان الحاجات اللي عليها الانانسه. ودوت اللي هو بنطلون بيتجبط. وده بتاع هاديه غالب. وده بتاع هاديه غالب. جميل. زي الفل. وفي حاجات فيها فلامينكو وليها جيب. حلو قوي. تمام. الله ينور. ده بقى مايوهات الاطفال بتبتدي معانا من كام؟ من اول 75 جنيه. من اول 75 جنيه. حلو قوي. 75 جنيه. ايوه. وده كده ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. في حاجات شورتات بقى زي كده. في حاجات شورتات. ده شورت ودوت في بانتي. حلو قوي للبنوته بقى. ده لغايه سن كام بقى؟ عندي من اول سن واحد لغايه سن سته. لغايه سن ست سنين. وفي اكبر على فكره. وعندي حاجات اكبر بس اشكال تانيه. تمام. هنا برضو اشكال حلوه قوي جميله. ايه العسل ده؟ دي بكام بقى؟ دوت ب 120 جنيه. ده تلبيس لغايه قد ايه؟ عندي من مقاس سنتين لغايه 7-8 سنين. حلو قوي. وفي كمان حاجات تانيه. عندي بدل. عندي البدل ديت عامله زي بدل الغطس. تمام. عندي كل المقاسات، عندي لغايه 12 سنه. حلو قوي. في اشكال كتير منها، في عليها اشكال كتير. سوبر مان وسبايدر مان والحاجات اللي الولاد بيحبوها. دي برده رينج اسعارها كام؟ 120 جنيه. 120 يعني. وعلى فكره في زي ما قلت لكم شروطه حريمي، شروطه رجالي، كل حاجه موجوده. بيمشي صبياني وبناتي. حلو قوي. وبشورت من تحت وخامته. ده يمشي ده. حلوه جدا. انا شايفه الخامات عندكم حلوه والاسعار حلوه بجد. ده الصيف لما يدخل الحاجات دي هتبقى نار. ما ديت الاسعار ديت بتاعت السنه اللي فاتت. حلو قوي. خامه البنطلون دوت حلوه جدا، وبدل 125 هخليه ب 100 جنيه. ب 100 جنيه بدل 125. ب 100 جنيه بدل 125. حلو. والكاشات بقى اللي بتتلبس دي الحلوه دي. الكاشات. كاشات الصيف بقى. الكاشات ديت بتتلبس فوق المايو. فوق المايو. بكام بقى؟ ديت ب 120 جنيه. دي ب 120 جنيه. في اشكال وعندي الالوان بتاعتها. وعندي ده في منها الوان ثانيه، الوان الطيف برضو دي نفس السعر. حلوه. دوت عامل زي الشال. ودوت عامل زي البلوزه. واي واحد فيهم بكام؟ ب 120 جنيه. ب 120 جنيه. على فكره يا جماعه هم كمان بيبيعوا حاجات البحر كلها. حاجات البحر كمان الرجالي اهي اللي بيقعدوا بيها بقى على البحر. او مش عايزين يقعدوا براحتهم برضو. بكام بقى دي؟ دي ب 75 جنيه. ب 75 لغايه تلبيس كام؟ لغايه تلبيس 7 اكس. 7 اكس ما شاء الله. في حاجات حلوه قوي وكتير. بصوا يا بنات في شحن عندكم ولا لا؟ لا ما عنديش شحن. لا شحن. في شحن ولا لا؟
هننزل ان شاء الله. طيب بقى ده ايه التريننج ده؟ دي تجينج الوقفة. ده انتوا مهيصين الناس ده في العيد وفي المصيف. عندي منه كتير جدا. حلو. ده لسن كام ده؟ عندي من اول سن 5 سنين. ايوه. لغاية سن 8-9 سنين. حلو. بكام يا جميل؟ دوت بدل 125 ب100 جنيه. ب100 جنيه بدل 125. حلو قوي. وعندي الوانه كلها ما شاء الله. بصوا الالوان بتاعته جميلة جدا. حلوة طبعا ده للعيد. حلو بالخامات الحلوة دي. تحفة. بجد جميل. زي الفل. ايه الحلويات دي؟ حلوة قوي. ما شاء الله زي الفل. تمام. برضو ترنجات رجالي. بصوا بس يعني شورتات. عندي شورتات وعندي بناطيل. طبعا شكلهم تحفه جدا. دي تلبيس لغايه كام دي؟ عندي من اول ميديم لغايه 3 اكس. لغايه 3 اكس. عندنا الوان كتير وهمية. ايوه. عليكم السلامه. الله يبارك حضرتك. طيب بصوا الجمال. حاجات حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله. وعندي الوان منها كتير. زي الفل. دي برضو تنفع للصيف وتنفع للمصيف وللعيد. وزي ما قلنا المقاسات كلها موجوده اهي. المقاسات كلها موجوده. واي واحد فيهم ب 150 جنيه. تمام. اشكال كتير طبعا. تمام. بصوا بقى الترنجات القمر بقى دي. ديت حاجات استجات. حلو قوي. دوت ب 200 جنيه. ده عندي من اول ميديم. أيوة. لغايه 3 اكس. من اول ميديم يا شباب لغايه 3 اكس. اسود بس يا اما ابيض بس. حلو ده. حلو للبحر قوي. جميل. تلبيس كبير جدا ال 3 اكس بتاعه. ده كده 3 اكس؟ زي بس الفل. تلبيس كبير جدا. الله ينور. حاجه جميله. لابس فوق ال 5 اكس كمان. ما شاء الله. فعلا ده كبير يعني 3 اكس. مكتوب 3 اكس بس تلبيسه حلو. تلبيسه حلو. بصوا قد ايه؟ 5 اكس. حلو. تمام. احنا بقى كمان الشروط ايه؟ الشروط الشياكه دي. شروطها حلوه قوي. ميليتون. خامه عاليه جدا. خامه استجاد. دوت تبع مصنعنا. حلو قوي. عندي من اول ميديم لغايه 3 اكس. تمام. عندي جميع الالوان بتاعته. وده بكام معايا؟ 10 الوان. 10 الوان منه. عندي 10 الوان منه. وبكام يا جميل ده؟ بصوا الوانه قد ايه؟ كل الالوان بقى اللي تتخيلوها والمقاسات الكبيره كمان. بكام معانا؟ 110. هنخلوه ب 80 جنيه. بدل 110 هتخلوه ب 80؟ هخليه. والله ما قصرتوا. بجد الخامات حلوه. الخامه حلوه وده ما يتسابش يا شباب. دوت خلال اسبوع العرض. دوت خلال اسبوع بمناسبه الافتتاح. بمناسبه الافتتاح عشان برضو ايه ما حدش يجي بعد كده. عندي من ميديم ل 3 اكس. زي الفل. عندي 10 الوان. الله ينور. حلو جدا. عندنا التيشيرتات القمر دي. التيشيرتات دي سن كام ده؟ ايه سن كام؟ عندي سن من اول سن 3 سنين لغايه 9 سنين. حلوه قوي التيشيرتات دي على فكره. دي بكام يا قمر؟ كمان ما شاء الله 10 سنين. 12 سنة. حلو كمان للسن المحير. بصوا الشياكه والجمال. حلو قوي. ديت اي تيشرت ب 50 جنيه. اي تيشرت فيهم ب 50 جنيه بس. اي تيشرت فيهم ب 50 جنيه. زي الفل. تيشرت خامتها تحفه. حلوه قوي. وهميه ومطبوعه طباعه منها فيها. الله ينور. شايفه الطباعه ديت مقاسات كبيره. عندي من اول ميديم عندي لغايه 4 اكس. وكام معانا دي؟ ديت ب 150 جنيه. دي زي اللي هي بتاعت الجيم كده. حلوه قوي. بصوا الخامات. حلوه قوي. وعندي منها الاطفال. كمان موجود الاطفال؟ الله عليه. رسمات حلوه قوي. حلوه جدا. ما شاء الله. بكام دي؟ دوت ب 100 جنيه. ب 100 جنيه بس. تمام. الحلويات دي والجمال جميل قوي. دي ب 100. دي ب 100. عندي منها اشكال كتير جدا. في اشكال كتير. عندي منها اشكال وعندي الوان كتيره جدا. حلوه قوي. تمام. خلاص.